بالفعل، وتفاصيل مثيرة يكشف عنها المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد تحقيق أولي جرى بالأمس. في البداية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات تمشيط في منطقة الشجاعية في أزقة الشجاعية شرقية مدينة غزة عندما تعرضت لإطلاق نار. عناصر جيش الاحتلال توجهوا إلى المبنى الذي انطلق منه إطلاق النار. عندما وصلوا إلى ذلك المبنى، هنا بدأ الكمين المحكم، فجر فيهم لغم أو قنبلة، وبدأ المقاتلون الفلسطينيون بإلقاء قنابل يدوية عليهم، وانقطع الاتصال مع 4 من الجنود. ولساعات كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تخشى من أن الجنود 4 أسروا في قطاع غزة، لأنها تعتقد أن هناك نفقا قريبا بقرب المبنى الذي وقع فيه الكمين. وهذا أيضا ذكرها بأسر أحد الجنود الإسرائيليين عام 2014 في منطقة الشجاعية. أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقة لتخليص الجنود 4. عندما وصلت تلك الفرقة إلى تلك المنطقة، تعرضت لكمين آخر وتعرضت لإطلاق نار، وأصيب وقتل جنود من بينها. أرسلت قوات الاحتلال فرقة ثالثة من الجنود، فرقة ثانية من الإنقاذ إلى تلك المنطقة، وتعرضت هي الأخرى لإطلاق نار وأصيب وقتل جنود من بينها. استمرت المعارك في تلك المنطقة في ذلك المبنى في حي الشجاعية لثلاث ساعات بحسب التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي. وطوال هذه الفترة لم تكن تعرف قيادة الجيش الإسرائيلي ما هو مصير الجنود 4 الذين تعرضوا للمرحلة الأولى من الكمين، وكانت تعتقد أنهم أسروا، خصوصا أن الاتصال انقطع معهم، وكانت هناك مخاوف كبيرة إلى درجة أن قادة رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي ذهبوا إلى تلك المنطقة، أولا للإشراف على تحرك القوات التي كان واضحا أنها تعرضت لصدمة من ذلك الكمين، وحالة فوضى شديدة عمت الميدان. وكانت الخشية الأساسية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تحديدا هيئة البث الرسمية، من أن يبدأ جنود الاحتلال في إطلاق النار على بعضهم نظرا لحالة الفوضى وحالة الصدمة التي كانت موجودة. وبعد معارك ضارية لثلاث ساعات، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنود 4 وكانوا بين جريح وقتيل. في المجمل قتل 7 جنود إسرائيليين في هذا الكمين، وأصيب 4 بجراح بالغة الخطورة.